تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نلتقيكم في تغطية رياضية جديدة وخاصة من برنامج المستطيل الآسيوي الذي سيكون معكم طيلة أيام بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات. يستمر هذا البرنامج حتى المباراة الختامية للبطولة. اليوم مشاهدينا الكرام نتواصل معكم مع منافسات ونتائج دور الثمانية في يومه الأول. بالتأكيد سيكون لنا اليوم أيضا وقتا مخصصا للحديث عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة أمم آسيا. سنذهب بالحديث أيضا عن أهم الحالات والجوانب التي أدت إلى خروج منتخبنا منتخب أسود الرافدين من البطولة. كل هذا وذاك سيأتيكم اليوم خلال المستطيل الآسيوي مع محللين اثنين كبيرين في سماء الكرة العراقية، سنتعرف عليهما ولكن بعد الفاصل، خليكم ويانا. مشاهدينا أنتم مع المستطيل الآسيوي ونحن مع نجمين كبيرين لامعين في سماء الكرة العراقية، وهما طبعا اسمح لي أستاذ أبو غيث بدءا من الأقرب مني، رحب بك أجمل ترحيب الكابتن القدير سعد قيس. أشكرك جزيل الشكر وسعيد بوجودي معكم. سعداء اليوم بوجودك معنا، وبالتأكيد لا أنسى الترحيب بالنجم كريم صدام. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا أستاذ بلال، تحية خاصة للكابتن سعود اليوم نوره ما شاء الله عليه. الله يخليك. نورنا اليوم كابتن. الله يخليك ويحفظك إن شاء الله. أنا السعيد والله صراحة، يعني نجم كبير عملاق في نظري أشوفه عملاق كابتن كريم، وأنت كذلك، يعني سعيد أن أكون بيناتكم الصراحة اليوم إن شاء الله. يعني يوم ضمننا إذا أنا ألعب دفاع أكو وسط وأكو هجوم. لا سعود ما شاء الله عليه، سعد اللاعب ما شاء الله عليه. انطباعاتكم اليوم على البطولة شنو بشكل هيك؟ يعني تفضل كاب. لا ندخل بالموضوع، ولكن المباراة على دور الثمانية أكيد. نعم. يعني والانطباع إحنا بدأنا، يعني خلينا نقول هي ثمان فرق تأهلت، خمس فرق أبطال مجموعة، خمس فرق، لكن ثلاث فرق تأهلت. الصين كان مركز ثاني، يعني فريق فيتنام مركز ثالث، لكن هي الفرق اللي هي لحد الآن في نظر الشارع الرياضي، الشارع الآسيوي، الشارع العربي. نعم. هي هاي الخمس فرق اللي هي راح يطلعوا عندها أربعة مرشحين للفوز بالبطولة. ولذلك أنا أشوف إني هي، يعني خلي أقول منطقيا وواقعيا، راح تتأهل الفرق اللي هي بالتأكيد مرشحة للفوز بالبطولة. طيب اسمحوا لي خلي حتى نتذكر احنا ونتذكر يعني مشاهدينا بالدور ال16، الفرق اللي غادرت والفرق اللي تأهلت، حتى نبدي بدور الثمانية بشكل رسمي. اسمحوا لي مشاهدينا نبدأ فقرات المستطيل الآسيوي لهذا اليوم بالعودة إلى مباريات دور الستة عشر المنتهي، لنتذكر معا منافسات ونتائج هذا الدور. تمكن طبعا معظم كبار القارة من العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الآسيوية، فيما حجزت يعني منتخبات أخرى بطاقاتها يعني لتشكل مفاجأة كبيرة في هذه البطولة. الحديث هنا بالتأكيد عن منتخب فيتنام، وهو الحصان الأسود الذي أقصى منتخب الأردن متصدر المجموعة الثانية. الآن دعونا نستذكر مباريات دور الستة عشر من خلال الوقفة التالية، نتابع. تمكن معظم كبار القارة الصفراء من العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الآسيوية، فيما حجزت منتخبات أخرى بطاقاتها لتشكل مفاجأة. والحديث هنا عن منتخب فيتنام حصان البطولة الأسود الذي أقصى منتخب الأردن متصدر المجموعة الثانية. متصدرة التصنيف الآسيوي إيران تمكنت هي الأخرى من العبور إلى دور الثمانية بعد فوز لم يكن سهلا على منتخب عمان والذي قدم مستويات جيدة في البطولة، بينما استطاع التنين الصيني قلب الطاولة على تايلاند لتأمين عبوره إلى ثمن النهائي. المنتخبات العربية التي سجلت حضورا قياسيا في البطولة لم تتمكن من فرض وصولها إلى أدوار متقدمة،
فالمنتخب السعودي فشل في اجتياز واحدة من أسوأ نسخ المنتخب الياباني الساموراي الذي فاز بهدف وحيد لكن بمستوى سيء، بينما تعذب المنتخب الإماراتي المستضيف كثيرا قبل أن يجتاز عقبة الوافد الجديد على البطولة منتخب قرغيزستان الذي لقي إشادة واسعة من المتابعين. كبير آخر من كبار القارة وهو حامل اللقب منتخب أستراليا احتاج إلى ركلات الترجيح لتجاوز منتخب أوزبكستان والذي لم يتمكن من فك عقدته مع منتخب الكانغورو. أما منتخب كوريا الجنوبية فقد حقق تأهلا صعبا وكان على حساب منتخب البحرين بعد فوز بهدفين مقابل هدف بعد أشواط إضافية. آخر مباريات دور 16 كانت المنتخب الوطني الذي لم يشفع له الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون ليخسر بهدف وحيد أمام منتخب قطر، وجاء عبر ركلة حرة مباشرة سجلها المدافع بسام الراوي لينضم المنتخب القطري إلى المتأهلين إلى ربع النهائي. مشاهدينا سنبدأ مع لقاءات هذا اليوم، فضمن افتتاح مباريات الدور ربع النهائي أنهى منتخب اليابان مغامرة وطموح المنتخب الفيتنامي في كأس آسيا حيث فاز عليه بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما اليوم. وأعلن منتخب فيتنام عن نفسه مبكرا في هذه المباراة التي يعني بدأها مهاجما بحثا عن هدف مبكر يخلط به حسابات منافسه الياباني ليفرض عليه التراجع إلى مناطقه الدفاعية، لكن الشوط الأول خلا من هز الشباك لينتهي سلبيا. مع بداية الشوط الثاني ضغط المنتخب الياباني على نظيره الفيتنامي ليسفر هذا التنظيم الهجومي عن ركلة جزاء لصالح اليابان احتسبها حكم المباراة الإماراتي محمد عبد الله بعد أن عاد لتقنية الفار نفذها بنجاح اللاعب ريتسو دوان في الدقيقة 57. بعدها حاول المنتخب الفيتنامي الضغط على منتخب اليابان لكن دون أن يسجل أي هدف، لتنتهي المباراة بالهدف الوحيد لصالح المنتخب الياباني ليخرج المنتخب الفيتنامي بما قدمه مرفوع الرأس رغم إقصائه من البطولة. نعود إلى الكباتن الأعزاء. كابتن كريم، يعني اليوم معظم كبار القارة يعبرون إلى الدور النصف النهائي، ويعني بالتالي يعني على الرغم من يعني المغامرات لمنتخبات أخرى ظهرت يعني بقوة وقاتلت لآخر نفس مثل المنتخب الفيتنامي. فعلا أستاذ بلال، مثل ما قلت حضرتك يوم الفريق اليابان الفيتنام قدم مستوى متميز أمام الفريق الياباني، ومثل ما تشخصت الصحافة والإعلام أنه فرس الرهان كان في هذه البطولة، كان قريب حقيقة على التعادل أو فوز، كان ممكن يعني يحقق مفاجأة بهذه البطولة. وتحدث المدرب الكوري الجنوبي المدرب الفيتنام قال إحنا راح نخوض مباراة قتالية مع فريق إلى مكانته في المنطقة الآسيوية، وهذا فعلا المفاجأة الحقيقة. اللعب السبل الفريق الياباني كان دائما يحتفظ بالكرة ودائما في مناطق غير المؤثرة بهالموضوع، ويلعب الكرات البينية الحقيقة غير مؤثرة أحيانا فقط في وسط الملعب. ما شفنا الفريق الياباني صاحب الهوية صاحب اللاعبين يلعبون بالدوريات الأوروبية اللاعبين المؤثرين، بحيث تحس أكو نوع من الخطورة يعني في كل وقت، بس تحس في فريق مليان، فريق يملك هوية يملك شخصية ودائما في وسط الملعب، كان حياسته في منطقة الدفاع مات. اليوم الشيء المتميز يوم استخدموا يعني موضوع الفار التحكيمي حقيقة كان له دور بالموضوع. أولا لغى هدف للفريق الياباني من قبل كابتن الفريق، الشوط الثاني قدر يعوضه يعني بهذا الموضوع، نفس العملية صارت إنه بعد فترة احتسبت لفريق يعني الياباني. أرى القرار متأخر الفار يعني بالنسبة كبطولة قارية كبيرة. كابتن سعد، يعني المفروض موجود هاي التقنية الطبيعية مثل هكذا بطولة قارية كبيرة يعني من الأدوار الأولى. أنا خليني أقول يعني لو كان موجود من البداية كابتن كريم، لو كان موجود من البداية كان معالم البطولة تغيرت صراحة. يعني يعني كان أمور كثيرة تغيرت، لربما أكثر الفرق المتضررة منتخب عمان. منتخب عمان انظلم كثيرا ولا كان موجود حتى مع اليابان. بالضبط لو كان موجودة أنا متأكد نتائج كثيرة. يعني إحنا والدليل حتى مباراتنا مع قطر ضربة جزاء واضحة. ولذلك يعني إحنا ما أعرف شنو كانت الفكرة إنهم يخلون خمس حكام
مع العلم اغلب دول الحكام الخمسه كانت قراراتهم خاطئه ما كانت صحيحه. فكنا نتمنى ان تكون من البدايه خدمه الفار تكون موجوده، لانه مثل ما قلت انظلمت فرق كثير بهذا الموضوع. طب اليوم يعني خلي نبقى مع فيتنام، يعني بصراحه هذا المنتخب سرق الاضواء بامور كثيره، من ضمنها الاستقرار التدريبي، يعني من ضمنها هنالك عمل، هناك استراتيجيه، هنالك عمل مدروس، بحيث يعني الكل وانتم اهل الشان لم تتوقعون اصلا فيتنام يصل، لكن هنالك عمل، هنالك ناس قاعد تشتغل على هذا الموضوع. استاذ بلال انا قلت لك حكينا في الموضوع، يمكن يعني هذا المدرب الكوري لمنتخب فيتنام هو من 2017 مع المنتخب، استلم المنتخب الفيتنامي الاولمبي بالمناسبه، استلم احرز المركز الثاني، خسر مع صعد نهائي اولمبيا بطوله الاولمبيه لاسيا، صعد مع اوزباكستان، خسر بالمباراه النهائيه لكنه هو المركز الثاني. اغلب لاعبين 13 لاعب من المنتخب الاولمبي مع المنتخب الفيتنامي الحالي، 10 لاعبين من منتخب الشباب مع المنتخب الفيتنامي اللي شاركوا، منتخب الشباب اللي شاركوا بكاس العالم للشباب، ولذلك هذا ينطينا انطباع لانه المدرب من 2017 مع المنتخب الفيتنامي، وهذا الاستقرار اللي نحن نحكي عنه. كابتن كريم، استقرار فعلا تدريبي، وبالتالي هو عندما يكون هنالك استقرار تدريبي اكو منظومه قبل الاستقرار التدريبي، اتحاد ما اتحاد واستراتيجيه هيئت هذه الاجواء. وهذا العمل الإداري، إذا ما تكون عندك عمل إداري منظم مدروس لفترة معينة صعب تعطيك نتائج فنية بهالموضوع، وهذه دروس نستقيها، مفروض نستقي من هذا الدوري. يعني شوف هسه الفرق اللي ترشحت الأدوار الأخرى، شوف كيروش صار لمدة طويلة مع الفريق الإيراني، كذلك الفيتنام، كذلك الفرق الأخرى، إذا نحن نستفيد من هذا الموضوع بعملنا الإداري. شوف احنا كاتاليف صار تقريبا 4 أشهر بالضبط مع الفريق، وبتقدير شخص قدم شيء يلوح بالأفق، لو روح بالأفق بعض الأخوان مصرحين اتجاه التدريب إنه سلبي. إذا نرجع على موضوع فيتنام، مثل ما قال الكابتن سعد، فيتنام فريق يعني غير معلن، كل الترشيحات كانت سلبية اتجاه، حتى مباراتنا إحنا كان مباراة من أصعب المباريات اللي خضناها بهذا البطولة، يعني فريق فاجأنا بمستوى، فاجأنا بنقلة سريع، يملك لاعبين متميزين، يملك لاعبين حقيقة اليوم أحرجوا جدا الفريق الفيتنامي، الفريق الياباني دقيقة 37 هجمة خطرة جدا كان ممكن يسجل منها الفريق، بس يبقى الفريق الفيتنامي تعرف تنقص الخبرة، تنقص الجرأة بالمباراة. يعني شوف بالثلث الهجومي عدة ضعف بالمنطقة، عدة تنظيم دفاعي، هجوم مرتد سريع، بس يوصل لمناطق خصم الهجومية اللمسة الأخيرة، اللمسة الأخيرة يبقى بالضبط، اللمسة الأخيرة والكرات البينية أثرت عليه. كابتن عفوا كابتن، لكن الفرق كبير كابتن بين منتخب فيتنام منتخب اليابان. منتخب اليابان 13 لاعب محترف في دوريات أوروبية كبرى، فيما المنتخب الفيتنامي لاعب واحد فقط محترف. طيب وأنت تتكلم على منتخب اليابان، لكن أريد أفهم منكم، يعني اليوم لم نرى المنتخب الياباني ذاك المنتخب القوي فنيا وطبعا البعبع كما يقولون، اليوم وجدناه في هذه البطولة طبيعي، لكن في الوقت نفسه وصل إلى الأدوار النهائية. والله شوف احنا يمكن احكينا بحلقات سابقة قبل اجل كابتن سعد انه تفاجأنا بمستوى بعض الفرق مثل الفريق الاسترالي، الفريق الياباني، بدايات الفريق الكوري، مو هو هذا الفريق اللي كنا نتوقع له انه راح يجي على البطوله، يعني ضمن المنافسين، ضمن الناس اللي ممكن جاي من اجل هدف، ليس الادوار الثانويه بقدر ما انه جاي يحصل على بطوله الكاس. ما شفنا هويه الفريق الياباني الحقيقيه، مثل ما قال الكابتن كل لاعبين يلعبون بالدوريات الاوروبيه، يلعبون لاعبين اساسيين مؤثرين. بتقديري المدرب المحلي ما كان يقدر يرتقي بهم الى مستوياتهم الفكريه، لانه عندهم مدرب محلي، لو كان عندهم مدرب ذو شخصية كبيرة وعنده تاريخ تدريبي لربما تغير لون أو شكل الفريق الياباني. لكن كابتن كريم يمكن تأيدني، يعني الحلو بالفريق الياباني أنه رغم أنه هو في الدور الأول، الدور الأول هو فاز 1-0، المباراة الثانية 1-0، حتى المباراة الثالثة مقدم ذاك المستوى، لكنه الجميل بأنه لما لعب بفريق ثاني مع منتخب أستراليا قدم مستوى كبير، مع أوزباكستان عفوا قدم مستوى كبير. والقصد من كلامي أنه هذا الفريق قادر على أنه يقدم لنا صورة لأكثر من فريق، يعني ربما أنا في رأيي لو فريقين يشاركون بالبطولة المنتخب الياباني يقدمون لنا فريقين، انا متاكد انهم راح يقدمون بمستوى راقي، لانه طيب. اذا احنا على موعد باللقاء المقبل ايران واليابان نرى مباراه باعتقادك؟ بالتاكيد، لكنه احنا مثل ما قلت الاستاذ بلال بالبدايه انه الغرابه مستوى المنتخب الياباني في بعض المباريات، وخاصه كابتن كريم مع السعوديه،
صحيح مع السعودية، فشيء غريب جدا غريب. المنتخب الياباني يعني تقريبا 80% هو مدافع، وصلت نسبة الاستحواذ للمنتخب السعودي أكثر من 72%، فهذا الشيء الغريب. لكنه أنت لما تيجي تنظر للنتائج وكأنه فريق يعرف شلون يفوز، يعرف شلون يحافظ على 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 المباراة وهو فايز. حتى شفناها اليوم مع فيتنام، يعني فيتنام في أوقات معينة حرجوا المنتخب الياباني. ونحن نتكلم عن اليابان وإيران في اللقاء المقبل، دعوني أيضا يعني أنتقل إلى خبر إيران والصين ضمن مواجهات هذا اليوم، وأعود لحضراتكم حتى نكمل الحوار. مشاهدينا، ضمن مواجهات هذا اليوم أيضا فاز منتخب إيران على نظيره المنتخب الصيني بثلاثية بيضاء في مباراتهما اليوم، ليضرب المنتخب الإيراني موعدا مع منتخب اليابان في نصف النهائي. المنتخب الإيراني دخل المباراة سريعا وحاول السيطرة على زمام الأمور من بداية الشوط الأول. في الدقيقة 18 أخطأ مدافع الصين في إبعاد الكرة، ليستغل المهاجم سردار هذا الخطأ ويخطف الكرة ثم مررها إلى زميله مهدي طارمي ليعلن الأخير عن تقدم إيران بالهدف الأول. في الدقيقة 31 وبنفس الطريقة أحرز سردار أزمون الهدف الثاني للمنتخب الإيراني، لينتهي الشوط الأول بالهدفين. في الشوط الثاني حاول منتخب الصين العودة إلى المباراة بعد أن أجرى مدربهم الإيطالي مارشيلو ليبي بعض التغييرات، لكن دون جدوى، وتكررت الأخطاء الدفاعية الصينية ليطلق كريم أنصاري فرد رصاصة نهاية المباراة بهدفه الثالث في المرمى الصيني، وينهي المباراة بثلاثية بيضاء لصالح المنتخب الإيراني، ليقابل بهذا التأهل منتخب اليابان في نصف نهائي البطولة. أنتم مع المستطيل الآسيوي، نعود إلى الكباتن. بالتأكيد اليوم يعني مباراة اعتبرها مو سهلة، ولكن المنتخب الصيني ساهم كثيرا بأن يجعل هذه المباراة سهلة للمنتخب الإيراني. كابتن كريم، اليوم الفريق الإيراني أثر هويته الحقيقية، يعني لعب مباراة العراق كان المستوى جيد، بس اليوم أحس فيه قدم كل ما يملك من أدوات وظهر الشخصية. الفريق جاء من أجل الكأس، وتوقع يوصل النهائي اللي على ما يملكه من لاعبين، على ما يملكه من فكر تدريبي. مثل ما قلت حضرتك، ربما بالبداية الفريق الصيني هو أنطى الأولوية والحيازة، هدايا مجانية أمام فريق كبير مثل إيران. يعني هي شوف كابتن، كرة القدم كرة أخطاء، الجيد لقل من أخطاء. مثل ما قلت حضرتك بالتقرير أنه ثلاث أخطاء استثمرها الفريق الإيراني، سجل ثلاث أهداف بنفس الطريقة بنفس الأسلوب. إذن يملك لاعبين متميزين خصوصا منطقة الهجوم، ولا ننسى دفاعه لحد الآن لم يسجل على الفريق الإيراني، وهذا يحسب للاعبين المدافعين، وكذلك الحارس اللي اليوم يمكن اكثر من مرتين ثلاثة شفناه بالمباريات كلها في هذا كذا مباريات. اذا الفريق الايراني من الفرق المتميزه جدا في المنطقه. كابتن سعد، لديك تعليق على الاخطاء الدفاعيه؟ انا يعني شفتها ساذجه، هل لانهم بدلاء، هل لان بعض اللاعبين الاساسيين يعني كان لهم دور في غيابهم؟ يعني منتخب الصين هو مثل ما احنا شفنا يعتمد على الطريقه الدفاعيه في اغلب مبارياته، مع يعني يعتمد الهجمات المرتده، لكن احنا ما ننسى اليوم قلبي الدفاع المنتخب الصيني ما لعبوا، واحد مصاب، واحد عنده انذارات فما لعبوا. هذا شفناه كان تاثير سلبي على مؤثر جدا على الفريق الصيني. الاخطاء تكررت مثل ما قلت حضرتك بالضبط من السذاجه، يعني انه انت تجي ترتكب اخطاء امام منتخب مثل ايران. منتخب ايران يعني احنا شفناه لحد الان هو اكثر فريق متكامل، اكثر فريق يلعب بنفس المستوى، اكثر فريق محافظ على على يعني حتى مباراته بالضبط، حتى مباراته كابتن مع العراق معانا، يعني هو تقريبا اربع لاعبين او ثلاث لاعبين مؤثرين ما لعبوا بالمباراه، لكنه عرف كيف كيروش كيف يقود المباراه الى التعادل، وهو هذا اللي كان يريده. كابتن كريم، هل اليوم ظهرت الفوارق الفنيه بين المنتخبين على الصعيد الفردي، على الصعيد الجماعي، على الصعيد الفكري؟ انا بتقليل اليوم كيروش يلعب مع الفريق الصيني ويبعث رسائل للفرق الاخرى، انا جاء من اجل الكاس ليس من اجل الترتيب الثاني. وشوف الجمهور اللي حاضر، الاعلام اللي يسند الفريق، فكل الامور بتقدير شخصي مهيئه لانه الفريق يملك ادوات مؤثره، حتى بتقدير شخصي هو افضل من الفريق الياباني. ربما
الفريق الياباني راح يظهر بشكل اخر امام الفريق الايراني، يعني ترى فريقين الفريقين شاركوا في كاس العالم، فريقين يملكون ادوات جيده. الفريق الياباني بحد ما ظهر بالمستوى الحقيقي كمتابعين، الفريق الايراني ظهر اثبت من خلال لاعبين، من خلال مهاجمين، من خلال ما يملك من فكر تدريبي، استحواذه على منطقه الوسط، الكرات البينيه، الكرات المؤثره، يعني قلت حتى تنظيم الدفاعي، يعني دائما اشوف الفريق الايراني الفت نظر بموضوع الدفاع، دائما يكون عنده عمق دفاعي بحيث اي انفراده موقع الفريق الايراني، اكو كره باخر الوقت دقيقه 80 كانت الكره للاعب الصيني، شوف راو اكثر من لاعب بس ما واجه الحارس بسهوله، يعني دائما تكون عنده محطات دفاعيه ومن ثم يواجه الحارس. اذا تستشف من هذا الموضوع او تك رساله كيروش انه ما عندي انفراده على فريق بهذا الموضوع، اذا تنظيم الدفاع كان رائع، فاتوقع انه الفريق الايراني جاي من اجل الكاس. كابتن سعد تفضل. كابتن كريم انا برايي انت احنا حكينا بالبدايه هذا هو الاستقرار طبعا، هو هذا نتيجه الاستقرار، استقرار الفريق، استقرار وجود اللاعبين، استقرار مدرب الفريق بالتاكيد راح يعطيك نتيجه ايجابيه بالشكل هذا. طيب مشاهدينا الكرام، انتم مع المستطيل الاسيوي دائما وابدا، لدينا المزيد ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام بالمستطيل الاسيوي، واهلا بالكباتن سعد قيس، كريم صدام، اهلا بكم مره اخرى. الله يبارك فيك. سلام سلام كابتن سعد، اليوم يعني الصين لم تكن جاهزه يعني بصوره واضحه، يعني والاداء كان متباين من مباراه الى اخرى، بحيث يعني الشكل العام لم يكن مقنع. منتخب الصين أستاذ بلال، يعني هي في هذه البطولة ظهرت فرق كثيرة، إن خلينا نقدر نقول بدون شخصية. يعني الصين إحنا حتى في السنوات الأخيرة الصين ما كان منافس أبد، الصين مو نفس الصين اللي قبل، لكنه نقدر نقول إنه الفرق الآسيوية حالياً هي المرشحة للبطولة، اللي هي من ضمنها اليابان، كوريا، إيران، هي هاي الفرق اللي حافظت على مستواها، هي هاي الفرق اللي تقدر تقول انه هي من البدايه كانت مرشحه في اي بطوله تشارك بيها كانت مرشحه، بعكس المنتخب الصيني. المنتخب الصيني يعني بعد عنده 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 خلينا نقدر نقول انه في عنده عيوب في خط الدفاع، عنده عيوب في خط الهجوم، مو ذاك المنتخب اللي تقدر تحسبه من المنتخبات القويه اللي ممكن عنده شخصيه البطل مثل كوريا ولا اليابان ولا ايران ولا حتى السعوديه. طيب كابتن كريم، حتى اختم هذا المحور، يعني علامة الاستفهام على خط الدفاع الصيني طبعا واضحة، لكن هل علامة أقدر أنا أقول اليوم علامة استفهام على مارشيلو ليبي اليوم؟ أقدر أقول هم علامة استفهام بحيث نرى هاي الأخطاء، أم تقول لا هم ليس اللاعبين البدلاء؟ لكن بنفس الوقت أقول أحيانا البديل يجب أن يكون بنفس اللاعب الأساسي. شوف كابتن، المدرب بأدواته، يعني مارشيل ليبي مدربين الناس اللي احرزوا بطولات عالميه صعب تقارنه مع الفريق الصيني،
لربما قدراته وافكاره اكبر من مستوى. شوف اكو توازن المفروض استقطاب المدرب مع الادوات اللي يعمل بها، يعني لبي من افكاره جدا راقيه ويتفوق على مستوى الكره الصينيه. احنا نتحدث على مدرب كبير وتتعرف يعني بالضبط. كاس عالم بس احيانا كابتن احيانا ادواتك ما تعينك، انت تنطي فكر على ضوء ما تملكه من ادوات. نعم. الرجل يملك ادوات بسيطه، ما عنده ادوات متميزه، افضل لاعب بالعالم، لاعبين متميزين، لاعبين دوريات اوروبيه، فيحاول يوظفهم بهذا الشكل. لربما لو غير مدرب لربما كانت اهداف بالجمله على هذا الفريق، ومع ذلك قدر يوصل بهم الى مراحل متقدمه، قدر يوصل بهم ينافس فوق ليس بالفريق الهين مثل ما قال كابتن ساد. احنا المشكله بدنا نشوف فريق الصين في فترات معينه تلقاه يرتقي الى مستويات عاليه ويكون منافس ويكون بطل، واحيانا تلقاه مستواه هابط باسفل الدرجات. لربما في هذه المرحله كان غير موفق بهذه البطوله. كابتن سعد لديك اضافه لو اتحول؟ انا مثل ما قال لاعب كابتن كريم بالضبط، وهذا الكلام صحيح، ولذلك احنا شفنا هاي البطوله من بدايه البطوله ما كان المنتخب الصيني مرشح للفوز بهاي البطوله. طيب اسمحوا لي اتحول الى محور المهم وهو المحور المنتخب. سنتابع تقريره بعدين نعود لتكمله الحوار. مشاهدينا نعود الى المحور المهم في هذه البطولة الذي يخص كرتنا العراقية وخروج منتخبنا الوطني من الدور 16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعد أن كانت يعني الجماهير الرياضية العراقية تمني النفس بوصول أسود الرافدين إلى أبعد المديات في هذه البطولة القارية، وكانت يعني جميع أنظار المختصين والمتابعين صوب لاعبينا لتحقيق نتيجة مشرفة للكرة العراقية، إلا أن النتائج جاءت بعكس الأمنيات والتوقعات. هذه قراءة ضمن أروقة منتخبنا الوطني وخروجه من الدور الثاني للبطولة. نتابع. قبل انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم، كانت الجماهير الرياضية العراقية المحبة لمنتخبنا تمني النفس بوصول أسود الرافدين إلى أبعد المديات في البطولة القارية، وكان جميع أنظار المختصين والمتابعين صوب لاعبينا لتحقيق نتيجة مشرفة للكرة العراقية، إلا أن النتائج جاءت بعكس الأمنيات والتوقعات. من جانب آخر، لم يكن المنتخبان القطري والفيتنامي مرشحين للوصول للدور ربع النهائي، ويعود السبب في ذلك لاستعانة مدربيهم بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب الذين يشاركون لأول مرة في الحدث القاري. ولكن الفريق القطري حصد العلامة الكاملة في مباريات الدور الأول بالمجموعة الخامسة، ومن ثم أطاح بمنتخبنا الوطني في الثمن النهائي. أما المنتخب الفيتنامي فتأهل كثالث في مجموعتنا الرابعة بفوز وحيد على اليمن. وفي الدور الثاني أقصى المنتخب الأردني بطل المجموعة الثانية ليصل إلى الثمن النهائي رغم خسارة الأخير أمام اليابان اليوم بمستوى عال وأداء مشرف لهدف وحيد. وكل هذه أمثلة على تطور أغلب منتخبات القارة الصفراء، ولكن هذا التطور لم يأتي من فراغ، بل جاء وفق تخطيط مسبق وإعداد على مستوى عال. فأين كرتنا واتحادنا من هذا العمل؟ ولماذا الاستمرار بالصراعات الداخلية إضافة إلى سياسة استبعاد المدربين المستمر مع منتخباتنا الوطنية؟ وإلى أين ستعود كرتنا بعد كل هذا التخبط المحبط لآمال جماهيرنا الرياضية العراقية التي تتنفس كرة القدم؟ ومتى نشاهد منتخباً عراقياً يدخل بقوة إلى البطولات الكبيرة ويكون مرشحاً للوصول إلى منصات التتويج؟ أو نعود بحلم الفوز باللقب القاري الوحيد في عام 2007 أو الصعود الوحيد إلى كأس العالم في عام 1986؟ هذه المرة التي استعصت على جميع المنتخبات التي تلت تلك البطولة. ويا ترى ما هو القادم لمستقبل الكرة العراقية؟ أنتم مع المستطيل الآسيوي والمحور المهم وهو محور منتخبنا الوطني وخروجه من بطولة كبيرة مثل بطولة أمم آسيا. نعود إلى الكباتن. دعونا اليوم يكون يعني محورنا عن التنظيم، على الإدارة. أثبت هذا المجال يعني مهم جدا، يعني أحيانا نجد الطاقات في بعض البلدان
موجودة المواهب بالفطرة، موجود كل شيء، لكن عندما يختفي التخطيط تختفي الإدارة، فتبقى المشاكل ترافق هذا الفريق، وبالتالي النهاية لا نتيجة ولا نحصل على بطولة ولا ضامنين مجموعة حتى تلعب لنا للمستقبل. أين نحن؟ أين الإدارة؟ أين الاتحاد من هذا؟ شوف أستاذ بلال، احنا شوف في ربما هي الخسارة يعني تكشف كل شيء عن عن سوء التخطيط، عن سوء التنظيم، عن سوء الإدارة. شوف احنا قبل البطولة كنا متفقين ودي هذا برنامج هو داعم للمنتخب الوطني، وكنا خلف المنتخب ندعمه من أجل نيل البطولة أو يحرز مراكز متقدمة. بس هذا احنا عملنا خارجي، يبقى العمل الإداري أصحاب الصلب القرار يعني هم أخواننا بالاتحاد. التخطيط ما عندنا، يعني كل شغلنا على ردات الفعل، كل شغلنا على التصريحات. دائما الفيسبوك التواصل الاجتماعي اللي تلعب دور في هذا الموضوع. شوف حتى الوفد، يعني شوف سوى وفدنا لربما تجاوز 40 او بحدود 50 شخص، لو تحسب الاداريين اللي راحوا مع المنتخب لربما اكثر من اللاعبين. هذا شوف العمل الاداري، كل واحد كل شخص راح مع الوفد لازم له سكن وطعام واشكالات وتصريحات. شوف الدليل هسه، شوف بدها تطلع بعض الامور من الوفد من خلال الناس اللي راحوا مستضافين من قبل الاتحاد، دي يتحدثون عن امور حدثت بالاتحاد او بالوفد، عدم انضباط، عدم التزام، السماسره، الغيره، هذول كلهم اللي راحوا مع الوفد هم اللي اثاروا الموضوع. اذا احنا من كنا نسافر لربما الكابتن سعد جاء الجيل اللي بعدنا، كنا نروح اقل عدد، اكثر عدد اللاعبين اداريين اثنين ثلاثه، وبالزايد رئيس وفد واحد شخص، ما يروحون كثيرين من الناس مؤثرين، تلقى شوف المشاكل. ثانيا انضباط اللاعب مو انضباط هسه، طالما خرجنا من البطوله يجب ان نكون واضحين وصريحين بحديثنا الاداري تجاه الولد حتى يستفادوا من هالموضوع. احنا كنا مثلا كان عمو بابا كابتن باخر ايام تلحق عليه، عمو بابا كانت كلمته سيف على الفريق، ممنوع دخول اي واحد. اتذكر في يوم ما احنا في لوس انجلوس اولمبيات لوس انجلوس، اتصلوا بي بالليل، احنا بس اللاعبين ويمكن الله يذكره بالخير يطيب صحه وسلامه كابتن مويد البدري وكابتن عمو بابا، اتوقع هيك لوس انجلوس كان فالح اكرم فهم الله يرحمه رئيس وفد، بس يعني ككره قدم بعيدا عن الالعاب الاخرى. جاء اتصال مسائي قال له عندك واحد من اللاعبين خارج الفندق او خارج المعسكر. عمو بابا انجن هذا بس على الحكي بالاربع الفجر تقريبا، يقول عم كنا قاعدين في اليوم جلسة فطور تحدثنا، يقول انجنيت انا، منو هذا اللي طالع برا اللي ما ملتزم؟ يعني صار بالاخير عرفنا انه جاي صحفي من العراق ملتحق، قال لهم ما يدخل، ما طول جاي وقت متاخر ما يدخل، اي واحد ما يدخل يتاخر على الوفد ما يدخله. فشوف الانضباط اللي كنا بيه، يعني تصور في يوم ما احنا في معسكر بعث لاعبين هناك طردتهم لانهم ما ملتزمين بالوقت. هنا وفدنا حتى بالبطولات الخليج السابعه كانت مشاكلنا اداريه اكثر ما هي فنيه، انه زياده الوفد، الكل تصرح، الكل تفتي، الكل تعطي اراء، الكل تتدخل بالتشكيل، الكل تعطي نصائح المدرب، ضاع الحابل بالنابل. هسه كابتن سعد سابقا يعني السفرات المدرسيه نعرف بين يعني كل المدرسين ومرات يجيبون ابنائهم من غير مدرسه. هسه هذا اتحاد ومركزيه واداره، هسه يعني مثلا عدد كبير يعني الكل ذاهب الى هاي البطوله، وبعدين تشوف هذا التخبط وهاي الاخطاء المتكرره. يا اخي يعني ما اعرف كريم صدام يعني نجم واسم وعلم، علم صراحه يعني هذا كلامه، هو قال كل الكلام اللي يعني ربما حتى في داخلي، لكنه يعني هم حقهم هم يريدوا يتونسون، ناس تتونس، تروح تشوف تتسوق على حساب الوضع. لا احنا خلينا نكون واقعيين كابتن، يعني صحيح هو الهدف مالهم هذا يعني أحسنت يقصد. ولذلك اي ولذلك احنا مثل ما قال كابتن مشكلتنا اداريه، يعني احنا قمنا نهتم بالاداريين وعددهم ومن اللي يجي ومن اللي ما يجي ومن اللي كذا، اكثر ما نهتم بالامور الفنيه اللي هي تهم الفريق، شنو اللي يحتاج اللاعبين، شنو اللي يحتاج الفريق. والدليل انه احنا من اقول مشكلتنا اداريه موضوع الاصابات، حتى موضوع الاصابات هم انا هاي جدا مهم. وكان سؤالي الثاني لحضرتكم موضوع جدا مهم، موضوع الاصابات. يعني يطلع دكتور الفريق يقول والله علي حسني اتصل بي هو غير جاهز انه يلعب،
ويطلع علي حسني ما بالتلفزيون يقول أنا جاهز إنه ألعب 100%، بس القرار يعود إلى المدرب وقرار فني مو قرار يخصني. هاي هم مشكلة، هم مشكلة إدارية. إحنا اليوم أنت لما يكون عندك دكتور مسؤول على إصابة اللاعبين، عندك معد بدني، عندك هاي الأمور، كل ما تكون موجودة كل ما أنت تريح المدرب، المدرب يرتاح، المدرب يكون فكرة فقط على الحالة الفنية، على كيف يوصل الفكرة للاعبين. ولذلك إحنا اليوم مثل ما قال الكابتن إنه إحنا فوضى. طبعا علي حسني يعني أنا جدا معجب بأدائه وبمستواه الفني، لكن اليوم لا يزعل علينا، يعني هاي مسألة إدارية بحتة كابتن. اليوم إذا هو أصلا ما جاهز، منو الأثر على الدكتور؟ يعني أنا أعطي افتراضات، يعني صح. لابد أن هنالك أكو يعني فرض أمر بحيث علي حسني يشارك وهو بالإصابة. صار بلال التقيسها، يعني هو في معسكر قطر كان مصاب، كابتن في معسكر قطر كان في مرحلة العلاج استشفاء بالضبط مرحلة، لكنه أنت لما قيس من معسكر قطر لحد ما رحنا دبي كم يوم، يعني جدا صعبة. هو الإصابة ما تعب العضلة الخلفية على أساس أنه هو تمدد، قسم يقولون تمزق وقسم يقولون تمدد، بالحالتين يعرف الكابتن كريم هاي الإصابة تحتاج إلى راحة. طيب قبل قليل تكلمتوا على كيروش، على مدرب الفيتنامي، الاستقرار التدريبي، ايضا حتى نبقى محورنا الاداري البحت. اليوم نرى يعني تبديل مدربين يعني كل خميس وجمعه، ما يعبر عندنا الاسبوع، يعني نقفل الاسبوع بتغيير مدرب. يعني الكابتن الكبير يحيى علوان، راضي شنيشي، باسم قاسم قبلها على اساس يجي مدرب اجنبي، نعم. الان مع كاتانيش، يعني هذه التبديلات ماذا تولد لنا؟ استقرار فني تدريبي؟ وهذا شوف مع جل احترامنا لاخواننا هو تخبط، احنا ما نشتغل ويا رده الفعل. هو شوف احنا ليش اعتراضنا، او احنا كوسط رياضه اعتراضنا على العمل الاداري. انت طالما عندي قناعه بالمدرب، هو الخطا بدا يعني حتى نكون واضحين مع الكابتن راضي شنيشي ورا تصفيات كاس العالم. المفروض التزموا بالكابتن راضي، ادى منتخب جيد، كانت بعض الاحيان الحظ ما محالفنا بعض اللعبات، عمل فريق جيد، عمل تشكيله رائعه حقيقه، وعندكم عقد وياه 3 سنوات. بسبب الضغط الاعلامي وبعض الاخوان الاعلاميين اقيل الكابتن راضي بسبب انه الاتحاد ينجي من هذا الموضوع، وخلى ضحيه الكابتن راضي الشيشي. بعد ذلك استقطب الكابتن باسم قاسم ومشى خوش مشيه، وضع زين، وضع طيب، نتائج رائعه، قدر يحقق انجازات، استقطب كثير من اللاعبين. ليش هالتغيير هذا؟ من جت الدوره الجديده مال المنتخب، الاخوان انتخبوا بالدوره الثانيه من الاتحاد، من ضمن اهدافهم استقطاب مدرب اجنبي. الاستقطاب مدرب اجنبي اكو لازم اسس، لازم اكو معايير، نعم. لازم اكو وقت. انا ما ممكن قبل شهرين ثلاثه عندي بطوله مهمه بعد كاس العالم واجيب مدرب اقول له تعال ادخل بين المعمعه وجيب لي بطوله. ورجل صرح، رجل محترف، قال ما عنده عصا سحريه. ايش وقت يوضح افكاره التدريبيه؟ هو قال هذا التنقل من المدرب، حتى المدرب المحلي متى يجد الوقت المناسب لي يعني توضيح فكر التدريبي؟ لا هو بالتاكيد هسه يعني نحكي على هذا الموضوع ما عنده وقت. يا اخي انت شوف الفرق اللي مشاركه، يعني شوف الامارات، شوف كل الفرق اللي مشاركه قبل ايش قد عدت البطوله، قطر والاستقرار التدريبي، الفرق قل لي يا فريق جاب مدرب سانشيز صار له 5 سنوات 7 سنوات، قل لي يا منتخب جاب مدرب قبل 3 أشهر استاذ بلال، يا مدرب او قبل شهرين او حتى قبل 4 شهور. هاي مشكله الاستقرار احنا ما موجودة في قاموسنا. ولذلك اللي قال الكابتن هو هذا المهم، انه انت اليوم تجيب مدرب، وهسه حتى اصوات تقول انه لربما يقيلون المدرب، وهذا قمة الخطأ، انه طبعا. انت ما حتى ما عند الوقت الكافي انه يشوف اللاعبين. ولذلك اني اقول انه هذا التخبط وهاي الفوضى هاي هي مشكله المشاكل عندنا. ولذلك احنا قاعد احنا دايخين بهذا الموضوع. قبل شويه حكينا على موضوع ديتونسون، كابتن كريم قال على حساب الوطن، هسه نفس الحاله، انتخابات هاي كلها شنو انتخابات للمصلحه الشخصيه فقط، وهمي انا على حساب وطن. بالمناسبه حتى كاتانيش بالبدايه كانت هناك اراء متضاربه، البعض من اعضاء الاتحاد كان يؤيد والبعض الاخر لم يؤيد، وهي مشكله بحد ذاتها. انا اقول لك الكابتن يا انتخابات، هي الانتخابات، هي لما تصير انتخابات يعني بالتاكيد لازم اكو شخص، وهذا الشخص اللي يجي هو كاتانيش، هو هذا كان مدرب. لكن هذا بالتاكيد هذا يعطينا دليل على انه التخبط مستمر وما نعرف شو وقت راح ينتهي. زين اليوم اذا ردنا نقول من المسؤول؟ والله الاتحاد يتحمل المسؤوليه،
الاتحاد هو اللي وراء اتخاذ القرارات استقطاب اللاعب، ولربما له تأثير على بعض الأمور الإدارية، الكادر التدريبي، الكادر الفني، الكادر الطبي، الكادر الإداري، ذول لهم دور، الاتحاد مسؤول عليهم. طيب. فقط الكادر التدريبي مسؤول عن الموضوع الفني. اسمحوا لي أطلع الفاصل ونكمل الحوار. مشاهدينا الكرام، سنكون معكم ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. أنتم مع المستطيل الآسيوي. قبل أن نعود إلى الكباتن، دعونا نتذكر أو نرى مباريات يوم غد. طبعا ستظهر على الشاشة لقاءات أيضا مهمة في دور الثمانية يوم غد، لقاءات كوريا الجنوبية تلاقي قطر، الإمارات تلاقي استراليا. لقاءات يوم غد لقاءات مهمة، باختصار عن كل لقاء. كوريا لحد ما ظهرت المستوى الحقيقي، إضافة السون إضافة طيبة للفريق راح يرفع مستواه. الاختبار الحقيقي لربما قطر يوم أمس، يوم غد إن شاء الله يظهر المستوى الحقيقي. أتوقع راح تكون مباراة نارية للفريق. كابتن سعد، بالتأكيد مباراة نارية، لكن أنا ما زلت أقول إنه المنتخب القطري هو من أفضل المنتخبات العربية اللي شاركت في هاي البطولة. طيب. بالتأكيد احنا يوم غد ايضا الامارات واستراليا محور منتخبنا، طبعا سنتواصل بالحوار مع حضراتكم. اليوم تكلمنا جزء عن الحالة الإدارية، وطبعا تعلمون هي حالة مهمة، وسنتكلم ايضا يوم غد بإذن الله شاء الله فنيا. الله. كلمة أخيرة كابتن كريم. والله شكرا جزيلا على الاستضافة، واليوم انا سعيد بوجود الكابتن سعد. شكرا جزيلا كابتن سعد. طبعا الشكر لكم، وانا جدا سعيد بوجودي مع الكابتن كريم. سعداء احنا بوجودك في هذا البرنامج في هذه القناه. بالتاكيد نتذكر معك تاريخ كبير، نتذكر مع الكابتن كريم. الله يعني احنا اليوم بصراحه لربما يسمعون الاعضاء الاتحاد، دائما انا اقول انا يعني اسال وأطلب منكم التشخيص يعني من أجل التصحيح، ليس من أجل التجريح. بالتأكيد. فجانب طبعا الوطني، اليوم خبرتكم مسيرتكم تتحتم عليكم بإعطاء طبعا أو وضع النقاط على الحروف. أكيد. فأرى بأن الاتحاد عليه الخطوات المقبلة، عليه أن يجد وسيلة صحيحة سليمة استراتيجية للخطوات المقبلة اللي احنا بانتظار مهمة كبيرة هي كأس العالم. كابتن كريم، ان شاء الله. ان شاء الله فعلا هم اللي شوف مثل ما قلت حضرتك، هم الشباب كلهم اصدقائنا وولد وسطنا، بس اكيد احنا لازم نشخص الخطأ ونطلع، ان تعرف المشاهد او الجمهور الرياضي من حقه علينا نشخص ونطلع حلول، فهذا واجب علينا. كابتن سعد شو تقول؟ لا من الضروري، يعني صراحة من الضروري انه لازم تكون جلسة، لازم نفكر بهاي بطولة أربع سنوات نفكر بيها، والجمهور كان منتظر فرحة من هذا الفريق، لكن بالتأكيد هاي الأخطاء الإدارية وهاي المشاكل وهاي سوء التخطيط هو اللي مع كل الأسف تعلمنا بهذا الخروج. وإن شاء الله إن شاء الله يصير قاعدة مع المدرب ويصير جلسة مصارحة حتى نعرف بالضبط الخلل وين. مرة أخرى سعداء بوجودك كابتن سعد. طبعا بالتأكيد كابتن كريم كان يرافقني في تلك الفترة، إن شاء الله تستمر معنا إلى ختام البطولة. إن شاء الله. شكري واحترامي وتقديري لتاريخكم ولأسماءكم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا بالتأكيد نحن اليوم سعداء بوجود كابتن سعد قيس، بالتأكيد سعداء بوجود كابتن كريم صدام. يوم غد بإذن الله حول لقاءات يوم غد وأيضا المحور الرئيسي لمنتخبنا الوطني. دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع،
هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.